اخر موضوع الـ MRP، لكن لازم يكون الطلب 12 مضاعفاتها، 12 24 وهكذا. في المخزون السابق عندي 25، أجي في الحالي في الخانة هذه أقول له تساوي الخانة هذه، بعدين نجي الخانة هذه نقول له الطلب أو المخزون الحالي زائد إنتاج ناقص الطلب، صار عندي 16. بعد كذا أبدأ في ترحيلها، لأنه هنا المطلوب عندي 0 وهنا أول ما طبعا في الأسبوع هذا الطلب عندي 13 والموجود عندي المخزون السابق 16، صار عندي هنا المتبقي 3، ورحلها كمان الأسبوع اللي بعده أصبح عندي سالب 50، لأنه عندي المتوفر سابقا 3 والطلب 53، أصبح عندي نقص 50. طيب بعدين نجي هنا نقول له المطلوب ناقص المخزون، أصبح عندي 50. طيب علشان أعالج المشكلة هذه اللي عندي هنا، زي ما سوينا في المثال السابق، ولكن في الأول عدلناها يدويا، الآن بنوريكم بالضبط كيف أعالجها باستخدام الماوس. تيجي على الضلع هذا، أول ما تيجي على الضلع زي ما انتم شايفين يتغير لون التحديد، تقوم تسحبها تحطها هنا، تقول له يساوي، وبعد ما نساوي الخانة هذه، الخانة هذه أصبح عندي 0، وبعد كذا المفروض الطلبية هذه أعد قبلها بأسبوعين. بعد كذا نقول الخانة هذه تساوي هذه، وكذا أتفاديتها، سويت طلب مسبق علشان أتفادى العسر. طيب وعلشان النظام في الطريقة الثانية لازم يكون مضاعفة 12. طيب في الخانة هذه نقول له تساوي الـ12 ضرب الـ5، وبكذا حصل عندي التغيير هذا علشان يكون تبع النظام الثاني الـ12 مضاعفاتها. بعد كذا نكمل في الترحيل بقية الأسابيع. طيب إيش اللي صار عندي هنا؟ المخزون السابق صار في المخزون الحالي، وكمان عندي هنا طلب 10 وفيتها أصبح عندي 0، نرحلها كمان الأسبوع اللي بعده. طبعا من المخزون الأسبوع اللي قبله
وفيت الطلبيات، فأصبح عندي هنا صفر اللي هو ماينس 3، ما عندي مخزون سابق. فعندي الطلبات هذه عشان أوفيها. نكمل عملية الترحيل. طبعا هنا هتكون صفر. طيب علشان أطلب الطلبية هذه لازم تكون عندي أقل شيء 12. أقول له تساوي 12 وأجي قبلها بأسبوعين أعمل الأوردر. وبعد كده انتقل الأسابيع اللي بعدها. عفوا انه هنا اساسا ما في اي اوردر، وبكذا اكون استوفيت كل الطلبات. على الطريقة الثانية اللي هي الطلب يكون من مضاعفات 12. صلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد.